لا أخفي عليكم سرا، أنا في السنين الأخيرة دي، في مش في السنين ده، في العشرين، من أول ألفية جديدة ما بدأت، بقيت لما بتفرج على الأهلي أو باجي أشجع الأهلي ما بقيتش بشيل هم، يعني ما بتنشنش، ما بخافش. يمكن شوية بيحصل ده في كأس العالم للأندية، بحس إنها ماتشات صعبة، ليفل تاني، ليفل الوحش، بتقابل الكبار في العالم. حتى رغم إنه الأهلي زي ما إحنا عارفين يعني في السنوات الأخيرة عمل نتائج عظيمة جدا مع كل أبطال القارات، لكن في الفترة الأخيرة إفريقيا بس شوية بقيت بشيل هم. وأنا يمكن قلت لكم بداية الحلقة كان يهمني جدا تحقيق الفوز على ميديما، مش عشان المكسب بس، ومش عشان الثلاث نقاط، ومش عشان هي بداية مشوار دور المجموعات، ومش عشان هي المباراة الأسهل في الست ماتشات اللي هياخدهم الأهلي في مرحلة دور المجموعات، لكن عشان نكسر حاجز الصمت اللي حصل معانا السيزون ده في أفريقيا. 7 مواجهات ما حققش فيهم الأهلي غير فوز مرتين بس، والمرتين على سان جورج. عشان كده بشوف ان الماتش ده في التوقيت ده المكسب فيه الثلاث نقاط مهمين جدا، لكن كمان انك انت تكسر الحاله اللي كنت عليها كانت اعتقد من وجهه نظري مكسب كبير جدا، بالاضافه لمكاسب تانية مرتبطه باللي جاي كله. هنتكلم في كل التفاصيل مع ضيفنا ونجمنا النهارده كابتن اشرف ممدوح. مساء الخير كابتن اشرف. مساء الفل احمد صديقي العزيز، دايما ببقى سعيد معاك انت عارف، منور الدنيا دايما. ببقى سعيد في الظروف الاسعد، يعني فوز النادي الاهلي دايما بيدينا طبعًا. يعني فرحه كبيره جدا. طبعا مباراه كنت شايل همها ولا كنت حاسس يعني دايما الاهلي حتى بحس ان الفرقه مش في احسن حالاتها، ببقى حاسس او مطمن انه الاهلي حتى وهو مش في افضل فورمه هيكسب. لكن مع افريقيا السنه دي مش مع ان التوقعات يعني كانت دور المجموعات تقريبا تحديدا يعني ودور المجموعات بالذات كمان ما كنتش شايل همها قوي بصراحه، لانه الفروق كبيره جدا، يعني فروق مش بتكلم على التاريخ، التاريخ طبعا ليه حسابات، ولكن السكواد والنادي الاهلي الفترات الاخيره ونتائجه المميزه، فرق او فروق الخبرات والامكانيات للاعيبه النادي الاهلي، فروق كبيره جدا ما بين النادي الاهلي وبين ميديام. شويه في الشوط الاولاني ما كنتش قلقان، لانه النادي الاهلي استحوذ كتير جدا، يعني تقريبا المباراه من طرف واحد، يعني ميديام تقريبا راحوا بفرصتين او حاجه بس او ثلاثه، فرصتين اليوم يعني الشناوي الحقيقه امبارح كان برضو واحد من نجوم المباراه. معاك ما اختلفتش، الفرات في لكن الشوط الاول وكره في الشوط الثاني بالتاكيد ما كانش عندك شك ان النادي الاهلي حتى لو دخل مرمى هدف يقدر يعوض بهدف 2 و3 و4. انا وانا بتفرج على ماتشات الاهلي يعني شويه طبعا بتفرج زي كل جمهور نادي الاهلي طول عمري، وشويه كمان ببقى بفكر كترس في المنظومه. الهدف من المباراه دي ان احنا نكسب ونجيب 3 بونت، وان احنا نحضر الفرقه، وانه رتم الاداء يبقى اعلى، وان احنا نرجع اللعيبه اللي كانت بعيده، لانه صحيح انا حاطط قدامي ماتشين تاني في مجموعات افريقيا وماتشين في الدوري، ومن بعدهم رايح لكاس العالم، فالحسابات شويه مش مرتبطه بس بالمكسب والفوز والخساره. اهداف كتيره كمان يعني قبل المباراه، اهداف كتيره وحسابات كتيره، واعتقد انه كلها اتحققت يعني نفسيا ومعنويا وفنيا. النادي الاهلي قدر الحمد لله انه بالفوز امبارح ب3 أهداف قدر يطمن جماهيره دي في البداية على إن الفرقة الحمد لله استعادت قوة مرة تانية. بالك من دروجبا في لعيب امبارح سوا مهاجم رقم 3 أعتقد ميديام رقم 3 شبه دروجبا جد كوبي بيست صحيح. يعني انا حسيت ان دروجبا رجع تاني الملعب، وعلى فكره هو لعيب كويس جدا، لعيب يعني هو يمكن الناس هتعتقد انك بتتكلم على لاعب النادي الاهلي السابق برضو احمد حسن دروجبا، خلينا دروجبا الافريقي يا جماعه مش احمد حسن دروجبا الافريقي، دي دروجبا صحيح دي دروجبا لاعب مميز، لاعب مميز يعني من افضل اللاعبين تقريبا موجودين في الفريق صحيح. فالمكاسب امبارح كلها الحمد لله اتحققت، يعني فوز كبير وعريض طمن جماهير النادي الاهلي بشكل كبير على الفرقه وعلى استعاده كمان مستر كولر لذهنيا وفنيا وثقته كمان في لعيبته مره ثانيه. فاجئك تشكيل المباراه في البدايه؟ فاجئني شويه، لكن كنت مرتاح لانه الفريق المنافس ما كانش بالقوه الكبيره، لكن كنت يعني انا اتمنى انه دايما نبتدي بالقوة الهجومية الكبيرة او قوة الضربة، لان انت بتحتاج دايما انك تنهي امال الفريق المنافس بسرعة او ما يدخلش معاك في الجيم، وده شوية بيحتاج انك تحرز هدف واتنين في البداية عشان تقدر خلاص يعني يحصل احباط وما تقدرش الفرق المنافسة انها تدخل معاك في المباراة. اعتقد ان لو ابتدينا بالقوة الضربة او قوة المهمة في النادي الاهلي تقدر انك تخلص ده بدري، يعني دي النقطة الوحيدة بس اللي انا لسه مع طبعا المشكله الكبيره اللي احنا لسه بنعاني منها هي انهاء الهجمات، ودي مشكله لسه بنواجهها، واعتقد انه
مستر كولر ملوش ذنب فيها. انت المدير الفني انت محتاج منه انك اللعب الجماعي بيوصلك للصندوق او لخط المرمى المنافس. احراز الاهداف دي مهمه اللاعبين، واعتقد ان عندنا لعيبه كتيره تقدر تركز بشكل اكبر عشان تقدر تنهي المباريات بشكل اسرع. انا يعني اختلف معاك في الحته دي. اتفضل. لانه لما كوتش بي 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 بيكتشف ومش بس بيكتشف، ده بيعلن عن اكتشافه ده انه عنده مشكله في اللمسه الاخيره، تمام، والكلام ده مش الموسم ده، الكلام ده من الموسم اللي فات، صحيح. لازم اركز شويه ان انا اطور الجزئيه دي عند المهاجمين بتوعي، وخصوصا انت بتيجي تحسب الاهلي، احنا مش احنا بنقول الاهلي اقوى هجوميا في صحيح. افريقيا وفي الدوري المحلي السنه اللي فاتت، ده حقيقي طبعا، من حيث عدد الاهداف. لما تيجي تحسب تقسيمه الاهداف دي على عدد اللاعبين اللي شاركوا، هتلاقي انه عندك مفاتيح او اسلحه هجوميه كتيره جدا ومختلفه جدا، وبالتالي لما هتيجي تشتغل سهل قوي انك تطور في كل حته منهم او عند كل واحد منهم النواقص اللي من وجهه نظرك انت شايفها ناقصه او مأثره على معدل التهديف. لما المشكله دي نتكلم عليها من شهور فاتت وتبقى لسه مستمره، هنا انا اشوف انه مش بس اللعيبه. انا اختلف معاك مره ثالثه، انه الراجل طلب مهاجم صندوق، وهذا المهاجم حتى الان يعني مودست تعاقدنا معاه، لكن ظروف الاصابه وعدم الجاهزيه لسه ما حققش المطلوب منه. كهربا رغم انه هداف دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، واحد من الهدافين في الدوري، لكن انا شايفه من وجهه نظري مظلوم في الحته دي، لانه انا شايف ان كهربا كجناح ممكن يفيد النادي الاهلي اكتر من كده بكتير. كهربا عنده سرعات ومهاره واختراقات، عنده يعني حاجات كتيره جدا، امكانيات كبيره جدا، يقدر يساعد النادي الاهلي كجناح افضل من المهاجم. صلاح محسن نفس الوضع، مش مهاجم صريح، مش مهاجم صندوق. أيه. وبالتالي هو طالب الراجل بانه يكون في، خد بالك برضو احنا يعني مهاجم صندوق يقدر ينهي ده. انا جمهور دلوقتي هقول لك انه هي تبدو انه قصه مش قصه بروفايل بقى، لانه احنا جبنا مهاجمين صندوق اللي هو ينطبق عليه نمره 9، راس حربه بمواصفات راس الحربه، قوه جسمان، ارتقاء، العاب هوا، قوه، التحامات، تمركز، بيلعب براسه، بيلعب برجليه الاثنين. فيهم اللي خد فرصه، وفيهم اللي ما يعني ما كانش عنده توفيق، وفيهم اللي امكانياته ما كانش كبيره في النهايه بحجم النادي الاهلي. في النهايه كان في كان في مهاجم الصندوق ده ايا كان اسمه، كان في مهاجم، كان في مهاجمين صندوق صندوق كتير جدا، بس في النهايه برضو كانت المشكله ما زالت قائمه. فهي المشكله تبدو مش مش شوف انا انا بشوف انها موهبه، يعني مش بس شغل مدربين. انت صحيح المدرب بيقدر يوصلك او مدير فني الكوتش بيقدر يوصلك. المركز ده حتى على مستوى الكوره في مصر في مشكلة. احنا بنعاني منها من سنين طويلة، يعني من بعد اعتزال متعب، وطبعا قبلهم كابتن حسام حسن متعب وعمرو زكي وميدو والجيل ده، وبلال طبعا وأسامة حسني فاروق. بعد الاعتزال المجموعة دي اعتقد ما جاش مهاجمين بالقوة الكبيرة او عدد مهاجمين كبيرة يعني تقدر تعتمد عليها. لكن انا شايف انها موهبة، يعني مش بس شغل تدريب او الكوتش يقدر، الكوتش يقدر يوصلك، يقدر يعمل لك جمل تكتيكيه يوصلك من الاطراف، من العمق، من لكن المهاجم الصريح او مهاجم الصندوق بتبقى موهبه من عند ربنا، موهبه كبيره جدا. طب هسالك سؤال فلازم تانية. يكون في سؤال تاني يا عشر. هل ضروري هل ضروري النهارده كان في، كنت بتفرج على كابتن اسامه حسني النهارده، كان في ماتش اشبال كان اهلي وبيراميدز، و يعني شفت انا ما شفتش الماتش كله، شفت الهايلايتس كده. الاهلي كسب 5 وشفت لعيبه كتيره كويسه جدا. هو هل هي قاعده؟ يعني هل لما اجي اكلمك مثلا عن رشدان، عن معتز محمد، عن زعلوك، هي اللعيبه دي مش ممكن عشان في مدير فني اجنبي ياخدوا فرصه لازم يطلعوا اعاره ياخدوا خبرات ويحطوا رجلهم في الملعب، واجيبهم زي مثلا ما جبت منعم وزي ما جبت شناوي وزي ما جبت احمد عبد القادر، ولا ممكن ياخدوا فرصه عادي جدا في النادي الاهلي؟ طيب احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر بنعاني منها من سنوات طويله، وهي انه مصر ابتدت تعتمد في المهاجمين وكان حراسه المرمى على الاجانب. ده الماتش اللي بقول لك عليه، ماتش الاشبال، ماتش الاشبال والله فيهم كذا لعيب كويس جدا. طبعا عندنا مواهب كبيره جدا، لكن ما بتاخدش الفرصه. انت بتقتل الموهبه دي بانك بتعتمد على المهاجمين الاجانب في مصر بشكل كبير، خاصه ان النهارده طرق اللعب الجديده دي بقت على فكره في 3 جوال من الخماسيه بتاعه الاهلي مسجلهم مدافع. الولد ده نمره 9 اسمه
سمير اعتقد ده مهاجم، ده مهاجم لا غير الـ غير الـ غير الجول ده في مدافع في مساك في النادي يعني الاهلي ان شاء الله هيكون عبد المنعم تاني وياسر ابراهيم مسجل تاني بقى عندنا ان شاء الله في النادي الاهلي. دي اهداف المباراه دي النهارده، اهداف النادي الاهلي المباراه يفوز. خماسيه بالفوز على بيراميدز طبعا. مبروك طبعا. فعايز اقول لك انه المهاجمين في مصر عندنا مواهب كبيره جدا، لكن ما بتاخدش الفرصه. انت بتعتمد دايما في الدوري، عد كده، عد معايا مهاجمين الفرق في الدوري المصري، هتلاقي 70 80% منهم مهاجمين اجانب. مظبوط. وكان عندنا مشكله في حراسه المرمى لو فاكر، وكانت مشكله كمان في مصر كلها في حراس منتخب مصر، انه كنا بنعتمد برضو على حراس الاجانب لغايه ما جه القرار وقال ان مفيش حراس اجانب محترفين في مصر. هتتحل ازاي؟ هتحل ان اللاعبين دي تشارك. ما هو انا النهارده مستحيل يكون عندي لاعب بامكانيات كبيره او عنده امكانيات لكن ما بيشاركش مع الفريق، الاول ما بيشاركش في مباريات كبيره. النادي الاهلي للاسف الشديد وكل الفرق في مصر بتعتمد نتيجه انك بتشارك في اكتر من بطوله، بطولات قاريه وعالميه زي كاس العالم انديه، بتضطر انك تبقى عندك اللاعب الجاهز او المهاجم القوي الجاهز اللي عنده امكانيات كبيره جدا، وبالتالي فرص مشاركه اللاعبين الصغار دول او الشباب بتبقى صعبه جدا. بالتأكيد فكرة الإعارة فكرة مطروحة وهي الحل الوحيد أو الأنسب، إنك يعني يطلع إعارة ويرجع جاهز شوية تقدر تشارك. هل في حد في الأسماء اللي أنا قلتها ممكن تكون زعلوك؟ شايف طبعا إنه أنا شايف إن زعلوك من المهاجمين المميزين جدا جدا، وإن شاء الله يكون ليه فرصة بإذن الله تعالى مع النادي الأهلي، خاصة إنه يعني إحنا جربنا ده وشفنا بعض اللاعبين خرجوا في إعارات كتيرة خارج النادي الأهلي ورجعوا بقوة أفضل مما كانوا موجودين عندنا. طيب اللي جاي طبعا يوم الثلاثاء هيكون سموحه، وبعدها يانج افريكانز في تنزانيا في دار السلام يوم السبت اللي جاي. في بالتاكيد حاجات بسطتنا امبارح، في يعني بشوف انه كريم فؤاد امبارح الحقيقه يعني مكسب كبير من مكاسب المباراه. بشوف انه الشناوي سواء في الطاق في الدولي مع منتخب مصر او في مباراه امبارح مع ميدياما من مكاسب المباراه. فبالتاكيد في حاجات، تغيير كولر المبكر، انا مش فاكر دي حصلت قبل كده، فكره انه يعمل تبديل نادرا مبكر نادرا ما بتحصل. دي واحده من المكاسب بتاعه المباراه، فكره انه يتخلى عن يعني حته شويه بس الناس. انا عايز اكلمك في نقطه على مستر كولر. طب خليني بس هشوف يعني انا هسمع رايك الاول في المكاسب، ويهمني كمان ايه الحاجات اللي شايف ان احنا لازم بدري بدري نشتغل عليها ونصلحها. بس هتسمح لي اروح لفاصل وارجع اسمع راي كابتن اشرف ممدوح. زي ما قلت قبل الفاصل، بالتاكيد كان في مكاسب مهمه جدا تاكد عليها. خلينا متفقين اللي جاي اصعب بكتير جدا من مباراه امبارح. اللي جاي ده على كل المستويات وصولا لكاس العالم، وباذن الله لو ربنا اكرمنا وتاهلنا عن دور من دور او تخطينا دور المجموعات هنروح للاصعب على مستوى افريقيا، وده اللي يهمني جدا جدا نكون جاهزين ليه. ويهمني جدا ان كل عناصر الفرقه تبقى في اعلى مستوياتها وكلها كمان تبقى رجلها في الملعب. في ناس كتير كتير تستحق الفرصة. أسمع رأي أشرف الأول في الحاجات اللي أنت شايف أنه الأهلي امبارح ظهر فيها بالشكل المطلوب منه، قدم اللي مطلوب منه بشكل كويس جدا ومطلوب تأكيد عليه، وبعد كده أسمع منك الحاجات اللي محتاجة لازم نشتغل عليها عشان نبقى أحسن في اللي جاي. طيب أنا هكلمك الأول في أو أولا في نقطة التشكيك. أنا يعني في بعض بعض الجماهير، مش هقول الكل، بعض النقاد، بعض الإعلاميين، فكرة التشكيك في حاجات ثوابت. يعني عندنا مثلا كولر حقق العلامة الكاملة الموسم اللي فات، تدرج بفريق النادي الأهلي من مستوى لمستوى أفضل بكتير من قبل كده، طور في أداء اللاعبين بشكل كبير جدا جدا. بس كولر السنة اللي فاتت أحسن من كولر السنة دي. انا متفق معك، صح؟ متفق معك من حيث النتائج او نسخه الاهلي مع كولر افضل السنه اللي فاتت افضل. خلينا نقول نسخه الاهلي افضل عشان يبقى كلامنا اصح. يعني وده تاكيد على امكانياته ويحسب لكولر. فانا عايز اقول انه ما ينفعش اشكك في ثوابت. يعني ما ينفعش اقول كولر مثلا مدرب مش فاهم، مدرب على قده، مدرب ما ينفع لا يليق بالنادي الاهلي. ما ينفعش اتكلم كده. لا ممكن انتقد في مباراه، انتقد في طريقه لعب، انتقد في
حتى بطوله ان ما اديتهاش بشكل جيد، لكن ما انتقدش واقول انه نقد ليه زعلان ان الراجل ده ما ينفعش انه يكمل مع النادي الاهلي او انه يرحل بقى وفي مجلس اداره النادي الاهلي، انه لا 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 يعني الكلام ما يبقاش كده. لو المنطق ده يمشي يبقى كل مدربين بتوع الفرق المصريه كلها تمشي. فبس انا عايز بس اقول لجماهير النادي الاهلي يعني لازم يبقوا واعيين شويه، لانه في الاتجاه المعاكس او بعض الفرق محتاجك انك محتاجه انك تقع او محتاجه فما نمشيش ورا ده. الفريق فعلا الموسم ده ابتدى بشكل سيء، لكن ان شاء الله على الخطى، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يرجع بشكل كبير جدا في البطولات القادمه باذن الله. دي نقطه مهمه. طيب المكاسب امبارح شايف مكاسب كبيره زي ما قلت لك، انه نفسي وبدني، وحتى اللاعبين امبارح واقفين على رجليهم اكتر نتيجه الراحه اللي خدوها، في بعض اللاعبين خدت بعض الراحات يعني. معنويا كمان انه مكسب ثلاثه في بدايه دور المجموعات اللي الناس كلها كانت قلقانه من بدايه النادي الاهلي في دور المجموعات، ودي نقطة مهمة جدا. ان شاء الله مباراة الدوري تعود وانت متصدر الدوري لسه زي ما انت، فدي برضو نقط مهمة جدا هتدخل معترك الدوري. تغيير التيرسي تاو قفشه مهمة جدا للناس، وبدري امبارح يعني وبدري وبدري حقيقي وبدري، ودي حاجة من الحاجات اللي تحسب لكولر امبارح في المباراة. لا انا حسيت اولا انها تغييرة فعالة جدا، مستوى الفعالية غيرت في شكل النادي الاهلي، وحسيت كمان انه الكواليتي دي، ما اعرفش انت تتفق معايا في ده ولا لا، الكواليتي دي لما استخدمها كاوراق في الشوط الثاني ممكن تبقى انتاجيتها او فعاليتها افضل من لو بدات بيهم اساسي. كواليتي اللاعبين المهريين تقصد؟ يعني امبارح كانك بتتفرج على ماتش وقلبت بالريموت بقيت بتتفرج على ماتش مباراه ثانيه، فاهم؟ انا حسيت انه الاهلي بعد نزول الاثنين دول تحديدا، لا سيطرة، تحرك، تسليم واستلام، في انسيابية كده في أداء النادي الأهلي، وفي خطورة حقيقية وفي إيجابية، غير مرحلة إنك أنت عارف بتلعب ملاكمة يعني، غير إنك أنت هجوم وجري وضرب واحتكاكات كرة سهلة شوية، لكن الكرة سهلة شوية الدنيا فيها كرة سهلة وفيها إيجابية أكتر يعني. أنت رحت على المرمى بشكل إيجابي كتير جدا الشوط الثاني نتيجة قفشة، بيرستا، حسين الشحات، اللاعبين المهاريين بيقدروا ينقلوا لك المباراه بشكل كبير جدا جدا تجاهك طبعا. أي. فاعتقد ان اللاعبين المهاريين ليهم دور كبير جدا. صحيح انا شايف من وجهه نظري ان مستر كولر مش ميال شويه للاعبين المهاريين، وخلي بالك قفشه اختلف بنسبه 100% عن طريقه لعبه في السابق. قفشه كان دوره هجومي فقط، قفشه النهارده بنشوف ليه ادوار دفاعيه، بدليل ان الراجل اتكلم معاه كتير جدا على انه يبقى عنده الدورين حتى لو بنسب، لكن لازم يكون اللاعب المهاري كمان عنده ليه دور دفاعي بشكل كبير. ده بيقلل منه احيانا هجوميا، لكن انا شايف انه مع التمرين ومع الوقت هيتعود على ده. قفشه اختلف جدا جدا خلي بالك، ومستواه انا شايفه انه افضل كتير من قبل كده. طبعا اللاعبين المهاريين ليهم دور كبير نفسيا ومعنويا. طبعا الفرقه افضل كتير في بمكسب امبارح، بدايه مميزه جدا 3-0 على فريق استفز النادي الاهلي بتصريحات طبعا رئيس النادي ومديره الفني، ودي اكيد بس ده طبيعي ومفهوم، ودي اكيد يعني ما افتكرش ان استفزاز يعني النادي الاهلي ولاعيبته ليها يعني ما بيبقاش هو عارف انه مش يعني ما هو برضه ما يعني ما فيش مدير فني هيقول هتمنعونا نتكلم كمان يعني يعني لا يعني هيقول للاعيبته رايحين مصر عشان نقابل النادي الاهلي بطل القاره وحامل اللقب وصاحب الرقم القياسي عشان نتغلب ماشي يعني معاك تعدي يعني لكن النادي الاهلي بالتاكيد امبارح فوز كان معاه اميدو كريم النهارده مدير فني بتاع كان لاعب بجمهوريه شبين اعتقد كان لاعب بجمهوريه شبين وغزل السويس اعتقد غزل السويس مش منتخب السويس على ما اتذكر يعني مدير فني بتاع سيراليون كان لاعب مميز كان نادي غزل السويس كان غزل السويس غزل السويس بكلمه على التصفيات والاداء ومش عارف ايه. الراجل لغايه دلوقتي بيقول لك انا يعني عندي طموح ان انا اخد تذكره التاهل، فيعني طموح مشروع يعني خسران على ارضه قدام منتخب مصر ومنتخب مصر على الامه الكامله، هو طموح مشروع طموح لكن مشروع. في بعض المدربين او رؤساء الانديه بيدوا لك تصريحات ناريه قوي فتخلي الفريق منافس، خاصة لو فريق النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده دوافع يعني أوريدي عنده الدوافع إنه يفوز ويكسب ويأدي فأنت كمان بتستفز، فبالتأكيد هيكون يعني صحيح بالتأكيد إيه اللي قلقك بشكل كبير؟ بصراحة ما كنتش قلقان، وحتى لو لعب تشكيل أو إيه اللي مش راضي عنه؟ مش راضي عنه طبعا الفرص الكتير جدا اللي بتضيع، إحنا رحنا كتير استحوذنا كتير ورحنا بفرص كتير على
على مرمى الميديانا، ما احرزناش في الشوط الاول لغايه الدقيقه 60 تقريبا، او ودي تقلق بشكل كبير، لان في بعض المباريات في فرق ممكن تدخل معاك اقوى من ميديانا، ممكن تدخل معاك في المباراه ما تقدرش تفوز، ممكن يخطفوا منك المباراه بسهوله، وده حصل معانا في فرق او مباريات كتير. صن داونز هنا لو فاكر بعد بينالتي علي معلول وبعد الفرص الكتير اللي ضاعت ما قدرناش تسجل ما قدرتش تسجل، فدي مشكله كبيره جدا النادي الاهلي بيعاني منها، واعتقد ان لازم يكون ليها حل الفتره اللي جايه، لازم يعني ملهاش ما فيش منطق يقول ان ما اقدرش احل ده. في حل مؤقت لانه انت كاس العالم ما عندكش فكره انك انت تدخل حاجه على السكواد الجديد. لو عملت ده هتبقى تدعيمات يناير، وده ممكن ان شاء الله لو تاهلت في دور المجموعات يكمل معاك مشوار افريقي. لكن على الشورت تيرم ما عندكش الرفاهيه دي. يعني اتمنى ان يكون في توفيق لكهرباء وصلاح محسن، وطبعا بيرستا وحسين شحات والاجنحه، يعني التركيز اكتر. خليني اسالك سؤال، ده اللي كنت بقول لك في الفاصل بس مش هحرق لك السؤال دلوقتي. حد ينكر مثلا انه الشحات افضل موسم ليه مع الاهلي هو الموسم اللي فات؟ بالتاكيد لا. طيب الشحات لما غير كولر مركزه من جناح يمين لجناح شمال قدم افضل ما عنده. كريم فؤاد احنا جايبينه على انه باك يمين اساسا، واوقات كتير ممكن تحتاجه باك شمال. كريم في كل مكان متهيألي يعني. وممكن اوقات بس يعني هو انت لما بتيجي تشتري لعيب بتشوف السي في بتاعه وبتشوف كان بيلعب فين عشان انت محتاجه في المراكز دي. كريم باك يمين او باك شمال، لما جه كسر الدنيا مع كولر وما زال مكسر الدنيا كجناح يمين. مع موسيماني اكرم توفيق كان واحد من افضل، كان ديفندر منتخب اولمبي اللي هم بقى ابطال افريقيا واللي لعبوا طوكيو اولمبياد، وجي موسيماني احتاجه في مركز الباك اليمين فكسر الدنيا وبقى اساسي في الاهلي باك يمين واساسي في منتخب مصر باك يمين. صحيح. في وقت من الاوقات التوظيف ممكن يظلم اللاعب جدا، ودي دي ده الفرق ما بين المدرب والكوتش. يعني المدرب ممكن يشتغل شغل الملعب العادي، تدريبات الفتنس، الكوتش هو اللي عنده رؤيه، هو اللي عنده الفيجن، ده هو اللي بيشوف امكانيات اللاعب، بيشوف امكانيات الفرق المنافسه، عنده رؤيه، ودي اللي بتفرق من مدير فني لاخر. يعني انا شايف مثلا ان جوارديولا على مستوى العالم واحد من افضل المدربين في تاريخ كره القدم، مش بس الحالي يعني، لانه بيعرف يوظف لعيبته كويس قوي، بيعرف واحد من افضل المدربين، هو افضل مدرب في تاريخ كره القدم في العالم يعني. انا بتكلم في تاريخ كره القدم يعني. الفيجن عنده عالي جدا. مش موضوع تدريب ونواحي خططيه وتكتيكيه، الموضوع مش كده، موضوع فيه رؤيه وفيه بيعرف ازاي يوظف لعيبته، بيعرف ازاي يغير اماكنهم. يعني انت بتشوف الروتيشن اللي بيحصل جوه الملعب، الراجل ده مش مستحيل يبقى ده شغل لعيبه بس، لازم يكون شغل مدرب. لا يعني انا كنت بقول بعد ماتش ليفر في غياب لعيبه زي جاك جريليتش ودي بروينا ما تحسش انه في هزه حصلت في الفريق. يعني الفريق هو بيلعب بنفس الباترن، بنفس الاسلوب. صحيح. بنفس الطريقه، مفيش حاجه اتاثرت. فطبعا طبعا توظيف اللاعب بيفرق جدا جدا. في لعيبه في الاهلي طيب مظلومه بمراكزها، او في لعيبه انا شايف ان او في لعيبه هقول لو اتغير مركزها ممكن يحصل نفس اللي حصل زي ما كنت بقول مع كريم واكرم وشحات. انا شايف ان كهربا وصلاح محسن، انا لسه عندي وجهه نظري ومصر عليها، ان الاثنين دول لو جم من تحت كجناحات او كجناح يمين او جناح شمال هيفرقوا كتير جدا. انت ما عندكش مراكز في مركز الاجنحه يعني؟ ما عندناش اماكن، ما فيش مكان عندنا اجنحه كتير الحمد لله. فانت بتستغلهم هنا لان عندك اوريدي الخامات اللي موجوده يعني، لكن لو عندك مهاجم صريح وقوي قدرت تتعاقد معاه الفتره الجايه بالتاكيد هتقدر توظف الاثنين دول في اماكنهم السليمه. يعني هاجي لك سريعا للميركاتو بس اجلها شويه دلوقتي. اتفضل. هل اللعيبه المهاريه مع المدربين المنضبطين تكتيكيا قوي اللي بيحطوا لكل مركز في الملعب ادوار وواجبات هجوميه ودفاعيه، بيطلبوا انضباط تكتيكي، تحركات بشكل معين، ما بيحبوش اللعيبه الحريفه؟ طبعا ما بيحبوش اللعيبه الحريفه مليون في المية، وما بيكونش ليهم دور كبير معاهم يعني. الا لو اللاعب استجاب لفكر المدرب واستجاب لطريقه
تفكيره ولعبه، لان يعني وعندنا نموذج لده قفشه. قفشه غير من طريقه تدريبه نفسه، لان قفشه ما كانش بيتمرن بالشكل ده. أي. ما كانش عنده الحميه دي في انه يؤدي الدور الدفاعي والهجومي، بالتالي يزود تدريباته او معدل التدريب بتاعه البدني علشان يقدر يؤدي الدورين. فبتفرق كتير جدا طبعا مع مع اللاعب، وهيتظلم او هيظلم نفسه لو ما قدرش يغير من طريقه فكره ولعبه مع المدير الفني اذا كان لم يقتنع بيه كلاعب مهاري فقط. أيوة. مع اني شايف انه اللاعبين المهاريين بصراحه شديده جدا يعني لازم يكون لهم دور دفاع اقل بكتير من دورهم الهجومي، لانه مش بس يعني عندنا مثلا نماذج كتير، عندنا وليد صلاح الدين مثلا. وليد صلاح الدين ما كانش بيأدي الدور الدفاعي 10%، لكن بيأدي دور دفاعي خالص. خليني 10% عشان ما يزعلش مني. لا وليد ما يقدرش يزعل مننا، وليد ده يعني اللي ما حضرش وليد طبعا فاكهه يعني. فوليد ده المدرجات كانت بتجبر المدير الفني انه وليد ينزل. والله يا احمد فعلا يعني احنا بنقعد بره او في الملعب بنسمع وليد. اصوات الجمهور كله بينادي على وليد. فوليد واحد من النماذج دي ممتع وانت يعني، وانت مش محتاج منه يؤدي الدور الدفاعي ما دام عنده القدره انه يكون حل هجومي. هو بينقلك، بيعمل لك كل التحولات الهجوميه المطلوبه، بيعمل لك كل الاختراقات وكل الفرص المتاحه اللي تقدر تخلص بيها المباراه. في حد شبه وليد في او يقدر يقوم بالدور بتاع وليد في الجيل ده من وجهه نظرك؟ عندنا في الاهلي ولا في الاهلي؟ في الاهلي يعني لسه ما فيش الموهبه الكبيره اللي زي وليد، لكن قفشه يعني حته منه نقدر نقول انه يعني قفشه عنده المهاره وعنده الامكانيات اللي بيعمل ده يعني. انا بشوف قفشه في بعض المباريات عنده امكانيات كبيره يقدر يؤدي دور كبير يعني مع عبد القادر. ما يقدرش يلعب عبد القادر كمان يعني. انا اسف اني ما ذكرتش عبد القادر، لكن عبد القادر واحد من المهاريين جدا جدا، وافضل لاعب انا شايفه من وجهه نظري في مصر كلها بيعمل التحولات الهجوميه دي. اسرع لاعب يقدر يوصلك او يعمل التحول الهجومي ده من نص ملعبك لنص ملعب الخصم او المنافس بسرعه كبيره جدا ومهاره كبيره جدا، في ثانيه بتلاقيه وصل للمرمى من اقصر الطرق. فانا شايف عبد القادر طبعا واحد من النماذج اللي لازم تاخد فرصه كبيره مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. مستغرب انه بعيد عن الصوره جداً شويه؟ جدا مستغرب جدا. لكن اتعودت مع مستر كولر انه هيكون ليه توقيت يعني. عبد القادر خلي بالك في فتره كان بعيد وفجاه بقى جوه الملعب وبيلعب بشكل اساسي مع النادي الاهلي ولا غنى عنه، فجاه برضه هو بره الملعب. انا لسه مش عارف يعني هل ده دور عبد القادر ولا او تقصير منه، ولا هي وجهه نظر مستر كولر انه بيلعب الاهلي. هي في حته المهاره ما تقدرش تقول انها عبد القادر بس يعني. هتقول خلي بالك كريستو وقندوسي قبل ما يمشي يعني واضح ان مستر كولر من نوعيه المدربين اللي ما بيحبوش اللاعب اللي عنده ميزه واحده او الناحيه الهجوميه بس. فاتمنى انه لو ده موجود او دي المشكله مع عبد القادر ان عبد القادر يعدل من نفسه، لان مستر كولر موجود ومكمل مع النادي الاهلي. انت لو ما عدلتش من نفسك وغيرت طريقه تدريبك وفكرك مع الراجل اكيد مش هتلعب. فاتمنى انه لو دي المشكله عبد القادر يغير ده ويأدي الدورين عشان يقدر يلعب ويمتعنا. ان عبد القادر واحد من افضل اللاعبين في مصر يعني. طيب عبد القادر واحد من ست اسماء اعتقد ان هم من الضروري يعني لمصلحه الفريق ان هم يدخلوا في الحسابات وبقوه في المواجهات الاربعه القادمه، لان هم أوراق ممكن تبقى مؤثرة جدا وأوراق ممكن تحتاجها جدا قبل بطولة كأس العالم. صحيح. هنا السؤال، هل تراهن على اللي جاهز؟ عندك سموحة، يانج أفريكانز، زاد، شباب لوزداد، دول الأربع ماتشات اللي جايين. أربع مباريات وعندك مهمة. أربع مباريات مهمة وأربع مباريات صعبة. صحيح. زاد يعني مقدم نفسه بشكل كويس جدا. على البطولة. سموحة عارف طبعا أنت سموحة قدام طبعاً. الأهلي بيعمل إزاي، وبالتأكيد يانج أفريكانز في تنزانيا مباراة صعبة بصرف النظر عن هم خسروا وإحنا كسبنا، وشباب لوزداد أنا شايف إن المنافسة هتكون بينه وبينه. فأنت صحيح. عندك أربع ماتشات صعبين في فترة زمنية ضيقة جدا. وعندك أسماء بعيد لكن ليها تقلها وليها تأثيرها في الملعب، متولي، سلية، أكرم، عبد القادر، رضا سليم. بس رضا بعيد شوية يعني، أعتقد أنه لسه يعني قدامه شوية يعني. لو يعني قلنا لو يعني نتكلم على أربع مباريات اللي جايين، لو هتحطه في حسابات كأس العالم للأندية أتمنى يعني إن شاء الله يعني يعني أنت لو حاطط حساباتك عبد القادر، متولي، سلية، احنا بنتكلم على لعيبه جاهزه ما عندهاش اي مشكله، اعتقد ان هم لازم ياخدوا في الماتشات اللي جايه دي، ولا تراهن على المجموعه اللي تعدي بيك المرحله دي وحسابات كاس العالم ليها حسابات تانية خالص؟
انت لازم تجهز الكل، لانه بس في مشكله، في مشكله كبيره جدا في عمليه الروتيشن اللي انا اعترضت عليها، وده كان نقد في الطريق الايجابي، انه ما بنتقدش بشكل سلبي. وجهه نظري انك لما تعمل روتيشن ما تعملش روتيشن عدد كبير من اللعيبه، يعني ما ينفعش يبقى عندي النهارده 11 لاعب يلعبوا، المباراه اللي جايه 7 8 لاعبين مش موجودين. ده ما فيش حاجه في الكوره اسمها الروتيشن بالشكل ده، ده مش روتيشن. يعني روتيشن انا بغير سواء داخل الملعب او ابدل ماكسيمم، يعني 3 4 لعيبه ماكسيمم، 3 4 لعيبه عشان ما افقدش شخصيه الفريق يعني او انسجام الفريق. فلازم طبعا يشاركوا، لازم يتواجدوا، لان انت بتشارك على في كل البطولات بشكل مستمر، يعني ما فيش، مش هتقف يعني هتاخد فتره توقف عشان هي بس بطولة كأس العالم للأندية، وبعدين هترجع تكمل عادي أفريقيا ودوري ودوري أفريقيا وكأس وكأس النخبة، يعني هتلعب كل البطولات في وقت واحد. في الشهرين دول هتسافر تنزانيا، هتسافر السعودية، هتسافر الإمارات. إرهاق كبير جدا. طبعا. لو 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 استمريت على مجموعة قوامها 12 13 لاعب، بالتأكيد هيجي وقت هيبقى عندنا نفس المشكلة اللي بنعاني منها من سنين طويلة، وهي الإرهاق البدني الكبير جدا، وهيبقى عندنا إصابات كتيرة جدا. وقتها أنت هتحتاج كل اللعيبه دي عشان تحسم البطولات. خلي بالك انت بتيجي في وقت حسم البطولات بيبقى عندك مشكله كبيره جدا في الغيابات، وده بيحصل مع النادي الاهلي من فترات طويله، وبالتالي انت لازم الكل يبقى جاهز. والكل يعني الموسم اللي فات كان نموذج رائع جدا جدا ليه وبنشيد بيه، لان الروتيشن اللي حصل كان محدود ومعقول والكل جاهز. وبالتالي ما حسيتش ان في مشكله في غيابات او اصابات او ارهاق او وده خلى النادي الاهلي يحقق كل البطولات او العالم الكامله في البطولات. يعني دي محتاجه شويه من مستر كولر انه يراعي ده، وان الكل يشارك. يعني انا معاك انه ما ينفعش تغييرات كبيره، لكن لازم يكون في على الاقل السوليه يجهز، احمد عبد القادر يجهز، كريم نيدفيت يجهز، رضا سليم ان شاء الله لما يرجع باذن الله تعالى ان شاء الله ان شاء الله يبقى فارق مع النادي الاهلي بشكل كبير، اكرم توفيق طبعا انا يعني جاهز واطمنا عليه النهارده في التدريبه. علي معلول ان شاء الله كمان، وعلي معلول جاهز النهارده. فاتمنى ان الكل يشارك. يعني قصه الاصابات باستثناء رضا سليم، مودست، محمد داوي، كريستو، دول اللي حساباتهم مش واضحه، مش واضحه لسه، انما الكل جاهز ذلك الحمد لله، كله جاهز وكله بيشارك في الحمد لله في التدريبات. وده يدينا ثقه كبيره جدا انه هو ما عندكش مشكله. الوحيد اللي التغيير يعني الوحيد اللي انا الحقيقه يعني اتمنى مودست انه يرجع. يعني مودست واحنا كنا متابعين فتره التوقف عرفت انه في، لا في شغل، في شغل وضغط كبير، وكلم ناس وضغط على نفسه بشكل كبير، وكلم ناس يعني متخصصين جم اشتغلوا معاه عشان يعني يستعيد فورمه، ووزنه نزل بشكل كبير. ف بس طبعا الاصابه هي اللي حصلت، لكن 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 رضا سليم من الاوراق اللي اصابتها يعني بالنسبه لي خساره كبيره جدا. طبعا رضا واحد من اللاعبين المميزين جدا واللي فرقوا مع النادي الاهلي، يعني دخل بسرعه جدا، واللي كنت اراهن عليه في كاس العالم بصراحه. نوعيه مختلفه يعني خلينا اقول لك ان رضا سليم نوعيه مختلفه من اللاعبين، يعني من اللي بيصنعوا الفارق دايما. فخساره كبيره جدا، لكن ان شاء الله يعود بسرعه جدا للنادي الاهلي مره ثانيه. يعني شايف ماتش سموحه ازاي وايه المنتظر؟ يعني طبعا احنا يعني تقريبا انا بتفرجش يعني الى نادرا على المبروك لفيوتشر النهارده، عرفت ان هم كسبوا 1-0 سوبر سبورت 1-0. اعتقد غنام محمد، بحب غنام جدا على فكره، لعيب كويس جدا، غنام لعيب كويس جدا، لعيب من اللعيبه المظلومه عالميا يعني في مصر، بس لعيب هايل الحقيقه. شايف العوده لملف الدوري ازاي؟ وشايف مباراه سموحه ايه المطلوب منها؟ يعني طبعا الثلاثه بونت مفهوم والمكسب مفهوم، لكن ايه اللي مستني تشوفه من تيم الاهلي ومن مارسيل كولر في مباراه سموحه؟ عوده قويه. لازم تفنش تعادل جونه، لازم يكون في عوده قويه للدوري، خاصه انك جاهز بدنيا وفنيا وذهنيا ونفسيا ومعنويا دلوقتي، فما فيش حجه ولا مبرر انك. انا مختلف معاك في معنويا دي. ليه معنويا ليه؟ ليه هقول لك بالعكس ليه. يعني انا شايف ان الفوز وثلاثه احساس هقول لك حاجه، في احساس دايما عندي بيجي لي، والله اعلم الاحساس ده احساس يعني مش حاجه مؤكده مش معلومه يعني، بس عندي احساس انه اللعيبه بتبتدي الماتشات متنشنه ومضغوطه ومتوتره، وده بيخلي الاداء عندنا فيه، وبالذات كمان لو الكره عندت بقى، يعني عارف لما الكره تروح بيها مره واتنين فتلاقيها مش ماشيه، بحس انه الدنيا بتتكهرب اكتر، التوتر بيزيد.
بيختلف تماما الوضع بعد الاهلي ما يسجل اول هدف، تحس انه احنا بنلعب كورتنا. دي دي ده حال كل الفرق الكبيره يعني، خاصه في النادي الاهلي. انت عندك جمهور في الوطن العربي مش في مصر بس، ملايين الجماهير، وبالتالي انت طول الوقت مضغوط، طول الوقت محتاج تحقق بطوله، طول الوقت مطالب منك انك تأدي بشكل جيد، مش بس تحقق فوز. بس خد بالك خد بالك حاجه، هقول لك حاجه عشان كده نوعيه اللعب او الكواليتي هو اللي بيفرق. انا يعني. انا هنا هتكلم نيابه عن جمهور الاهلي بقى. جمهور الاهلي صحيح بيحب بيزعل لما في لقب او بطوله احنا اكتر جمهور في العالم شبعان بطولات يعني صحيح. يعني فكره انك بتروح منك بطوله ده شيء ما بيضايقناش، لانه احنا متعودين انه قريب جدا هناخد لقب تاني. لكن كمان احنا مش بنستنى من الاهلي المكسب بس، ومش بنستنى من الاهلي اللقب بس كمان. احنا بنستنى من الاهلي ناس بتحب الكوره. انا لسه في الفصل احمد بيقول لي انا بنتظر مباراه الاهلي عشان استمتع. أيوة. مش بس عشان الفوز. أيوة. يعني المكسب مهم انا طبعا، لكن انا 90 دقيقه بقعد استناهم من هنا لهنا، شوف كام يوم عقبال ما الاهلي بيظهر، وخصوصا لما بيبقى راجع بعد غياب، عشان اشوف وجبه كوره تمتعني. صحيح. انا بشجع السيتي في انجلترا، والسيتي بيقدم كوره عظيمه جدا جدا الحقيقه، ممتعه 90 دقيقه بستمتع بيهم كوره. لكن لما السيتي بيخسر او بيتعادل ما بزعلش. لما الاهلي بيخسر او بيتعادل بزعل، لكن يهمني كمان مع المكسب الاداء بالظبط. صحيح يعني. ده بيفرق جدا وبيفرق مع جميع النادي الاهلي خلي بالك. أيوة. وفي مباريات كتير يعني كنا بنخسر، مش كتير طبعا يعني، الاهلي الحمد لله ما خسرش كتير. أيوة. لكن في عدد المباريات الكتير اللي خسرناها بالنسبه للنادي الاهلي كتيره يعني. أيوة. جمهور بيزعل لو انت ما عملتش اللي عليك، ما قدمتش كوره حلوه، او كسبت وما عملتش اللي عليك. لو خسرت والجمهور بجد جمهور الاهلي راضي عن ادائك خلاص، راضي يعني عن ادائك، ما بيبقاش في زعل وده خالص. طبيعي. ودليل ده ان جمهور النادي الاهلي بلس 90 كمان بيفضل يشجع فرقته كسبان خسران، المهم انه بيأدي بشكل جيد. فدي دي ده حال جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. اقصد انه لعيبه النادي الاهلي لازم تتحمل الضغوط، والفتره اللي جايه في ضغوط اكبر بكتير من اللي فات، ومتحملين مسؤوليه كبيره جدا. خلي بالك خساره البطولتين في بدايه الموسم، لان الطموحات كانت كبيره يعني. زعل جمهور النادي الاهلي نتيجه ان طموحات جماهير النادي الاهلي في بدايه الموسم ده، نتيجه الامكانيات الكبيره اللي كانت موجوده والمعنويات الكبيره جدا اللي كانت موجوده، هي اللي زعلت جمهور النادي الاهلي او غضبته. وبالتالي ده واصل للاعيبه النادي الاهلي. انا بتكلم كتير مع ناس كتيره منهم، حاسين قد ايه بفقدان البطولتين دول وزعل او غضب جماهير النادي الاهلي، وبالتالي مضغوطين. عشان كده بقول جماهير النادي الاهلي واحده واحده على لعبتنا هيرجعوا، وهيرجعوا بقوه اداء ونتائج ان شاء الله الفتره اللي جايه، لان اسكواد النادي الاهلي ومدير الفني النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي الداعم طول الوقت بالتاكيد هيدينا ان شاء الله نتائج كبيره جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله. كل التوفيق. الاول نبص على ماتش سموحه، وحلقه بكره هنتكلم فيها على مباراه سموحه ان شاء الله المنتظر انها تكون يوم الثلاثاء اللي جاي، وان شاء الله نحافظ فيها على صداره رغم التعادل مع الجونه، الا انه الاهلي لم يفقد صداره البطوله. يهمنا جدا واحنا بنسيب البطوله، لان احنا كل البطولات ملفاتها مفتوحه في نفس الوقت، نبقى محافظين على الصداره لحين العوده مره تانية. فبكره نتكلم على مباراه سموحه بشكل اكثر تفصيلا. بشكر كابتن اشرف على وجوده معانا، نورتنا اشرف. بشكرك يا احمد جدا، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي الفتره اللي جايه بإذن الله. يعني جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر النادي ان شاء الله باذن الله. بإذن الله. ان شاء الله. وكل مباراه جراديولي كان مفهوم طبعا انه بعد الغياب وبعد العوده انه مش هنطلع 100%، ادينا اللي علينا، حققنا اهدافنا، وان شاء الله باذن الله كل مباراه يبقى الكيرف فيها طالع لمراحل اعلى واعلى ان شاء الله، وصولا بقى لبطوله كاس العالم اللي انا عارف كل جماهير النادي الاهلي منتظرينها بفارغ الصبر. بشكر كابتن اشرف على وجوده معانا، بشكركم انتوا على المتابعه، تحياتي ليكم، وبكره حلقه جديده من السادسه.